رب العالمين، فوز مهم جدا. مبروك لجمهورنا الكبير جمهور الفتوة، وهارد لك لجمهور جبلة. بنعرف صعوبة هاي المباراة، فريق جبلة فريق كبير، هي مباريات النقاط المضاعفة، فريق بيتساوى معك على بعدد النقاط. اليوم حققت الفوز، بنعرف صعوبة هذا الفريق على أرضه وبين جماهيره. نحن بالنسبة لنا مو موضوع انتقادات، أو إحنا ما بنرد ولا شيء، نحن عم نلعب بنسق معين، فريقنا عم يعيش حالة استقرار إداري وفني وجماهيري، عم نمشي خطوة خطوة، الحمد لله رب العالمين، عم نتوفق. بآخر 3 مباريات حققنا 9 نقاط، أكيد كل مباراة صعبة بالدوري، ما في مباراة سهلة. شفنا اليوم فريق جبل الشوط الثاني اعتمد على الكرات الطويلة والكثافة العالية، ونحن اعتمدنا على دفاع المنطقة والكرات المرتدة، وشفنا 3 انفرادات كان ممكن نزيد الغلة. بهني اللاعبين على الأداء الرجولي اللي أدوا، بتشكرهم والحمد لله رب العالمين. أنت حكيت كلمة عقلية ممكن، لكن نحن باستراتيجية معينة، كل مباراة إلى أهميتها وإلى إلى إلى تكتيكها الخاص. يعني الشوط الثاني أنت فريق عم يلعب، شفنا صاروا 7 مهاجمين عم يلعبوا، يعني شو تساوي؟ فإجباري بدك تلعب زون وتلعب على الكرة المرتدة، لما تطلع كرة تماس أو فول إجباري بدك تلتقط أنفاسك. والموضوع ما أنه موضوع أنه ضيع وقت، تضيع الوقت بيصير إذا أنت بتزيد حالك بدون سبب. نحن ما صار الحالة، صار 3 توقفات لعبنا 100 دقيقة، فما بتصور هذا الموضوع. احنا متفقين بالكرات المرتدة كنا سجلنا، كان زادت الغلة. زائد في شغلة ما حدا حكى فيها، عش بالملعب طويل، هلا اكيد علينا وعليهم، لكن هن اكيد ارضهم وجمهورهم راح يكون البذل والجهد مضاعف. انا شفت في حالة بدنية الشوط الثاني للاسف، يعني هي عدة اسباب، الى غير انه ارضية الملعب كمان. نحن التوقفات الطويلة اللي صارت، لاعبيني مانهم معي، 6 لاعبين او 7 لاعبين عم يروحوا شهر مع المنتخب، عندي لاعبين 3 ما لعبوا ولا مباراة ودية. يعني انت سافر المنتخب، لاعبين 3 لعبوا شوط 20 دقيقة وما تبقى ما لعبوا ولا دقيقة. طب اجوا اليوم في رتم عالي، بينما فريق جبلة مثلا ولا لاعب بالمنتخب غير حمزة الكردي كمان ما شارك مع المنتخب. فانت اليوم كمان هذا كله له اسبابه. يعني انا لعبت مباراتين ودية بفترة توقف، 4 لاعبين كانوا بالملعب او 5 لاعبين ما كانوا موجودين بالمباراتين، فانت رتم المباريات بيختلف. احنا اليوم الشوط الثاني بجوز اخر ربع ساعة عانينا شوي، الحمد لله اجرينا 5 تبديلات، وانا بتشكر اللاعبين وبقول الحمد لله مرة ثانية.